مخترعون قتلتهم اختراعاتهم. هناك الكثير من الاختراعات التي قتلت أصحابها، وذلك من كثرة شغفهم وسعيهم وحبهم لتحقيقها. ومن اختراعات أكملها العلم بالفعل ووصلت للنور، تلك الاختراعات كانت حلم أشخاص كثر ضحوا بحياتهم من أجلها. اخترع الأمريكي فرانسيس إدغار ستانلي سيارة ستانلي البخارية في سنة 1896. وفي سنة 1918 بينما كان يقود سيارته اضطر للقيام بانعطاف قوية ومفاجئة لتجنب عقبة في الطريق، مما أدى لتحطم سيارته ووفاته. وقام الأمريكي ويليام بولوك بتطوير آلة الطباعة، حيث عمل إسهامه على ازدهار وانتشار صناعة الطباعة والصحافة. وفي سنة 1867 وأثناء إجرائه تعديلات على مطبعة حديثة كان يقوم بتركيبها، سقطت آلة الطباعة الضخمة على قدمه، فتطورت إصابته إلى الجرجرينا وتوفي بينما كان يجري عملية بتر القدم. كان مصمم سفينة تايتانيك الأيرلندي توماس أندروس على متن السفينة في رحلته الأولى والأخيرة في سنة 1912، وبعد مساعدته لركاب للصعود على متن قوارب النجاة وارتداء ستر النجاة، جلس في غرفة تدخين في الدرجة الأولى وهو يحدق لوحة بينما كانت السفينة تغرق في مياه المحيط. ابتكر سمولينسكي وهال بلايك سيارة إيف ميزار، وهي عبارة عن سيارة تم تزويدها بأجنحة، حيث قام بدمج سيارة فورد بينتو وطائرة سيسنا. وأثناء تجربة ابتكارهما في سنة 1973 تحطم الجناحان أثناء التحليق في الجو، الأمر الذي تسبب بمقتلهما. كان الألماني أوتو ليلينتال أول من حلق بمزلج الشرعية ولقب بأبو الديناميكا الهوائية، وأكمل نحو 2000 تحليق ناجح قبل أن يفقد السيطرة على المزلج الشرعية في رحلته الأخيرة ويسقط من ارتفاع 15 مترا بصورة قوية، الأمر الذي أدى إلى تحطيم عموده الفقري والوفاة. اكتشفت الفرنسية البولندية الأصل ماري كوري عنصري الراديوم والبولونيوم، صاغت مصطلح النشاط الإشعاعي. وكوري هي الوحيدة التي حصلت على جائزتين نوبل في فرعين مختلفين من العلوم، الفيزياء والكيمياء. ولسوء حظ اشتملت أبحاثها على الكثير من التعرض للأشعة الذي أدى إلى وفاتها جراء إصابتها باللوكيميا في سنة 1934. كان فرانس رايكلت خياط الفرنسي من أصل سويسري، وهو ابتكر مظلة الملابس أو المظلة القابلة للارتداء، وقام بمحاولة الاختبار ابتكاره هذا، ويعد رائد اختراع الهبوط بالمظلات كما يشار إليه أحيانا باسم خياط الطائر. وافقت الشرطة على قيامه بتجربة مظلته القابلة للارتداء، معتقدة أنه سوف يستخدم لعبة بالحجم الطبيعي للإنسان، لكنه قام بتجربة المظلة بنفسه على برج إيفل حيث قفز إلى حدفه.